مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا بيت الداء والدواء. انا جمال الشريف محدثكم من قناه آر تي بي، ومعنا الدكتور سامح مصطفى كما عودناكم بابتسامته الرائعه. اهلا وسهلا فيك يا دكتور. حبيبي ازيك يا دكتور جمال، اخبار حضرتك ايه؟ الله يحفظك. المره الماضيه قلبت دماغنا على موضوع الدايت وكنا ناويين نسالك اسئله كتير فما كفينا، فاضطرينا نعمل حلقه ثانية لأنه الموضوع مهم جدا جدا جدا. طبعا الكلام موضوع مهم قوي. سريعا لو تلخصنا اللي حكيته بالحلقة الماضية عشان ندخل دايركت في الحلقة هاي، اتفضل. اللي حكيته في الحلقة اللي فاتت بيتلخص في حاجتين مهمين. You do not need a diet. You need to change your lifestyle to the better. محدش فينا محتاج دايت. كلمة دايت معناها إن أنا داخل على رحلة معينة تبتدي في بداية ولها نهاية، نهايتها عندما أصل للوزن اللي أنا عايزه، وده طبعا مش كويس. لكن وانس إن أنا وصلت للوزن دوت أنا كده خلصت الرحلة بتاعتي وأنا أرجع تاني لعاداتي القديمة. لكن الحقيقة إن عاداتك القديمة أو اللايف ستايل بتاعتك القديمة ما كانتش بنفشل، وبالتالي أنت وصلت لمرحلة مش عاجباك، وبالتالي أنت لازم تكتسب عادات جديدة، وعاداتك الجديدة لازم تضمن ليك إنك أنت بتاكل أكل صحي، أكل مفيد، اكل انت معجب بيه، هتعيش عليه مدى الحياه، ومش بس هتعيش على الاكل ده، هتعيش على الباكج ده، التشينجز اللي انت هتعملها دي، اللايف ستايل الجديده اللي انت بقيت فيها، البني ادم الجديد اللي انت تحولت ليه، وده هتعيش عليه مدى الحياه. ده الملخص الاساسي اللي كل واحد عايز يسمع عن نوع الدايت ده ايه، يعرف ان مش الكونسبت ان انا النهارده اخش معاك في ديتيلز اقول لك خلي بالك الكيتو بقى لازم بقى تحط الام تي سي اويل ولازم تحط مش او لا اخش على الانترميتنت فاستن عشان الانترميتنت فاستن دوت لما يكون 16 يبقى انا كده ببوست الجروث هرمون، لما بتعدي بقى وتخش على 18 ساعه انت بتعمل السيميليشن للستيم سيلز. مش ده اللي انا عايز اقوله لك، اللي انا عايز اقوله لك if you're not happy or satisfied with your current lifestyle, your weight gain is a symptom of what you are currently having or experiencing. You have to change it so the symptoms is going to go away. بس كده، ده الملخص اللي أنا حبيت كل واحد يبقى عارف. بيرفكت. الحلقة الماضية حكينا عن بعض أنواع الدايت، حكينا عن الون فروت أو ون فيجيتابل دايت زي الجريب فروت، أبل، بنانا، او خس او ملفوف، بيعطوه ماده واحده بيقولوا له اشتغل عليها. حكينا عن الليكويد دايت، وطبعا اليوم ان شاء الله حنكمل في انواع الدايت، حسناتهم وسيئاتهم. شو رايك يا دكتور في موضوع اللو كارب دايت، لو فات دايت؟ خلينا نحكي عن اللو فات اللي هو انتشر مده كبيره والناس كانت تحكي انه الفات هو ماساه العصور، وبعدين طبعا تغيرت للاسف هاي النظريه. بص انا عارف ان انا ردودي دايما مع الناس يعني هتبقى مختلفه شويه، فمعلش اصبروا عليا شويه. كلمه لو فات تعالى بس ناخدها واحده واحده. هل كلمه لو فات معناها هاي شوجر؟ لو فات يعني لو فات بس كده. لكن لما الناس كانت بتقول لو فات دايت كانت بترتبط ان معنى ان انا اقلل الفات as a source of energy يبقى انا لازم ازود الشوجر as a source of energy which is not necessarily true. اللي حصل زمان واللي خلى الناس حاسه ان اللو فات دايت ما كانش beneficial او supportive للسيستمز بتاعتها هم ان هم كانوا بيكونسيوموا a lot of starches as if consuming a lot of starches this is what they want so they can live with low fat meals I would say. اوكي دي نقطة تانية. كلمة low fat معناها I do not want to have a lot of side effects of using fat. Okay. يعني ايه الكلام ده؟ يعني maybe this person his genes and his genetic makeup is not going to function to the best of its abilities if this person have consumed a lot of fat. اوكي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجيناتيك ميك اب بتاع بني ادم ممكن الفات دايجيشن عنده يكون ضعيف. طيب فلو بني ادم ده اديته ميلز فيها a lot of fat، معنى ذلك انا بحط السيستم ده under stress. مثال اخر، واحد عنده nut allergies، عنده حساسيه من المكسرات. لو انا جيت لي وقلت لي انا عايز اخد اكل فيه الفايتوكيميكالز الحلوه اللي المكسرات بتديهاني، ورحت حاطط لك مكسرات في الميل بلانز، هتجيلي بكره بانافلاكتيك شوك. لو انت جيت قلت لي you have to be in a high fat diet، اللو فات دايت زمان جاب خلانا اوبيس، ورحت حطك على كيتوجينيك دايت اللي هو هاي فات دايت واللي بيبقى عنده المكسرات significant component of it، وانت عندك allergies للمكسرات، ازاي انا اقول لك your only option is ketones واحطك على مكسرات عشان اديك healthy fat، عشان معروف ان المكسرات healthy fat، وانا عارف ان انت عندك allergies للبينتس وعندك allergies للنتس، وانا بحطك كده in a problem. يبقى لازم البني ادم يبقى aware بالنيدز بتاعته هي عامله ازاي، وابقى aware بان انا محتاج انرجي، محتاج فايتوكيميكالز، محتاج فايبرز، محتاج فيتامينز، محتاج انتي اوكسيدنتس، ومحتاج مينرالز. ما انتش محتاج سكر، وما انتش محتاج فات، وما انتش محتاج بروتين، انت محتاج كل ده عشان تفانكشن. خلاص كده؟ محتاج صوديوم، محتاج بوتاسيوم، محتاج كوبر، محتاج فيتامين دي. لا الموز هيديك الكلام ده كله، ولا الفات هيديك الكلام ده كله، مش حاجه واحده هتديك كل حاجه يعني. بالظبط. فلما اجي اقول لي اللو فات دايت، اقول لك اللو فات دايت ممكن يكون healthy وممكن يكون unhealthy، ممكن يكون beneficial وممكن يكون unbeneficial. تعال نقلب الايه بقى. جالي واحد، انا بدي اوقف شوي هون قبل ما تقلب، انا عارف هتحكي عن الهاي فات، بس الفات برضه دكتور يعني خلينا نركز انه في انواع جيده وفي انواع سيئه. طبعا مثلا انت حكيت المكسرات، الافوكادو، هاي من الفات الكويس اللي ممكن نعتمد عليها. انا بحب قوي مداخلاتك ما شاء الله عليك. دايما بقول للناس اللي بتبقى معايا you need to search for the high quality things, and instead of saying fat say high quality fat, and instead of saying protein say high quality proteins, when instead of saying carbs say high quality carbs. فانا بعتبر ان التفاح والفاكهه من الهاي كواليتي كاربس، وبعتبر ان المكسرات من الهاي كواليتي فات، وبعتبر ان الناتشرال ميت من الهاي كواليتي ميت. طب ايه اللو كواليتي ميت؟ عشان بس يعني ما حدش يبقى ملخبط. اللو كواليتي ميت البروسيسد ميت، الالترا بروسيسد ميت، الديلي ميت، الهوت دوغ، الساسج، الحاجات اللي هي محطوط عليها اكتر من 20 active ingredients so it tastes good so you can go ahead and take it. No, it does not taste good, it's really unhealthy for your system. طب ايه هي اللو كواليتي فات؟ سؤال ذكي. يعني اجي اقول الاوليف اويل وحش، الاوليف اويل حلو. طب اوليف اويل ولا اوليفز؟ اوليفز. افوكادوز ولا افوكادو اويل؟ افوكادوز. ليه؟ عشان اخد الفايبرز واخد الفيتامينز واخد المينرالز واخد الفات in a way that is really beneficial. يعني زي الاورنج جوس والاورنج، دائما نختار الاورنج. الله ينور. يعني مش ممكن تكون عندي واقول لك روح خد الاورنج جوس مع البريكفاست بتاعك، يبقى انا كده بكذب عليك، وعمري ما اعمل لك الريكومنديشن بحاجه زي كده. يعني كوبايه اورنج فيها 8 اورنجات، لا خد لك يا عم 8 برتقانات احسن واكرم وعيش حياتك ساعتها. صحيح وعيش حياتك. فاهم. طيب انت كنت تحكي عن شغله عكس اللوفات، انا قطعتك سوري. عكس اللوفات في واحد يقول لك هاي كاربس. هاي كاربس يعني ايه؟ يعني هاي ستارشز، والستارشز بتتحلل وتبقى جلوكوز وليها هاي جلايسيميك اندكس وفعلا ممكن تتعب. يعني الجلايسيميك اندكس ده حاجه من 0 ل 100، وقالوا ان هي من 0 ل 100، معنى ذلك ان هم بيقيسوها بالجلوكوز على حاجه هو الجلوكوز. لو انا اديتك جلوكوز حقن هتخش في الحقنه بتاعتك ومش هتعمل لك اذى في الدم بتاعك، والجلوكوز ده السكور بتاعه 100. فالحاجه اللي بتعلي سكر الدم من 0 ل 100 وتوصل ل 100 او قريبه لل 100 معناها ان الجلايسيميك اندكس بتاعها عالي جدا. ذاتس هاي فات. زي ده هاي شجر. هاي شجر سوري، هاي كارب. هاي كاربس. فده زي ايه بقى؟ زي العيش. طب زي ايه كمان؟ زي البطاطس. الحاجات دي كلها الجلايسيميك اندكس بتاعها عالي. خد بقى الحته دي. الجلايسيميك اندكس بتاع البطاطس الماش بوتيتو اعلى من الجلايسيميك اندكس بتاع البطاطس الفرنش فرايز. اوكي واي؟ عشان الفرنش فرايز فيها زيت، والزيت الجلايسيميك اندكس بتاعه قليل، فلما بتعمل كومباينيشن الجلايسيميك اندكس بيقل. Is it healthy? No. Okay. Is it keto friendly? No. Is it high quality carbs? No. Is it bad? Yes. ليه؟ عشان عملت كومباينيشن ما بين الهاي كالوري فود، الكالوريز عاليه جايه منين؟ جايه من الفات، وهاي جلايسيميك اندكس فود اللي هو جايه من البوتيتوز، عملت لهم ميكس بوظت الدنيا. لكن لو هتقيس كل حاجه على الجلايسيميك اندكس از اف ان الجلايسيميك اندكس ده الجايد بتاعك، you will do a big mistake when you choose fried French fries over potatoes. Potatoes is better. طب دكتور العيش، انت ذكرت العيش، احنا دائما بيحكوا العيش الاسمر احسن من العيش الابيض، ولكن احنا بنسمع انه برضه الجلايسيميك اندكس تبعه عالي. الله ينور عليك، عشان هو عيش. وانا عشان بس ابقى واضح، كلمه عيش اقصد بيها الويت، اوكي، اللي هو يعني كل حاجه سواء فطاير ولا بيتزا ولا خبز ولا دي حقيقه، دي حقيقه. بس انا بتكلم على الويت مثلا عشان الناس عارفه ان العيش بتاعنا اللي هو العيش الابيض او العيش الاسمر. طب ايه الفرق ما بين العيش الابيض والعيش الاسمر؟ الفرق الوحيد هو ان الدقيق سبته بالغلافه بتاعته، يعني ما نضفتوش، فخليت فيه كميه فايبرز اعلى، لكن الجلايسيميك اندكس بتاعه هو بس الفايبرز زاد شويه. فالناس بتستخدمها كحجه عشان تقنع نفسها ان هو بياكل اكل هيلثي، بس دي مش حقيقه. فلما يجي واحد يقول لي طب ما نفسي في حبه عيش كده يا سامح، يعني عشان خاطر يعني الواحد كده يعني ايه ياكل عيش، اقول له تحب ابيض ولا اسمر؟ لا 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 اسمر عشان يبقى صحي. لا لا خده ابيض. خده. طيب في سؤال مهم اجانا، اتكن دايت برضه انشهر فتره وكسر الدنيا وكل الناس تحكي عن الاتكن دايت. لو تحكي لنا عنه يا دكتور. الاتكنز دايت دوت الاولد فيرجن من الكيتوجينيك دايت، بس الى حد ما هو بيبقى فريندلي شويه في البرسنتج اوف كاربوهيدراتس اللي انت يو كان كونسيوم بير داي to a limited number that will make ketosis still works. يعني انتوا عارفين اللي بيبقى مثلا يعني الناس اللي اشتغلت وسمعاني او بتتفرج وهي على كيتو او هي كانت في كيتو بقى لها مده، تعرف ان ستيل انت عندك رينج بتلعب فيه في الكيتو، يعني 5% كاربس او 10% كاربس او 25% كاربس. الاتكنز ما كانش از اجريسيف از الكيتو، بس مش اكتر. ليه؟ ما اقول لك في حاجه اسمها ساوث بيتش دايت وده شبههم برضه، ودلوقتي بقى طلع واحد جديد، الراجل اللي مخترع الساوث بيتش دايت اخترع فيرجن جديد منه نزل السنه دي اسمه كيتو فريندلي ساوث بيتش دايت، عشان يمبلمنت الانترميتنت فاستن فيه عشان البنفيتس بتاعته والكلام ده كله، واخد بالك؟ عشان بس في نقطة مهمة بس قبل ما انساها، ال intermittent fasting is not a diet. يعني الناس اللي بتقول لك انا عامله intermittent fasting او انا عامل intermittent fasting عشان اخس، ده مش دايت عشان تخس، وده مش هيخسسك، ده هيضحك عليك. هتعمل زي الناس اللي بتخس اول اسبوع في رمضان وبعد كده ما بتبقاش عارفه ما تخس ازاي. صحيح. فالintermittent fasting is not a diet. just to let you know. هل في benefits من intermittent fasting؟ yeah, there are some benefits but not necessarily for weight loss. طب في دكتور سؤال اجانا هلا، بقول لك في بعض انواع الدايت بيعتمد على نوع الدم، اللي دمه او بيعملوا له دايت معين، الدم بي، الدم اي بي، وهلما جرى. هل هذا برضه خرافه من خرافات الدايت ولا هو حاجه علميه؟ هو الى حد ما دلوقتي نقدر نعتبره خرافه. يعني الناس كانت بتحاول بقدر الامكان زمان قوي 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 قوي، نتيجه التراي اند ايرور ابتدوا يحسوا ان ممكن حاجات تبقى مفيده وحاجات مش مفيده، لكن انا بعتبره خرافه. دلوقتي في حاجه اسمها ان انت ممكن تعمل تحليل جينات، تبعت كده عينه ويحلل لك الجينات بتاعها ويعرف الجيناتيك ميك اب بتاعك عامل ازاي، واكوردنجلي في حاجات تبقى ريكومندد. فانا لو عملت الجيناتيك ميك اب بتاعي ولقيت ان الجين بتاع الكافي مثلا على سبيل المثال بيخليني مش بدايجست الكافي بشكل افيشنت، فالكافي لما بشربها بتفضل في البلاد ستريم فور ا لونجر بيريد اوف تايم، وبالتالي بحس او باكسبيرينس السايد افكتس بتاعتها، وبيبقى تاكيكارديا، منها بالبيتيشن، منها انسومنيا، منها حاجات كتير قوي تخليني اقول ان الكافي از نوت ا جود ثينج فور مي، برغم ان الكافي اون اتس اون فيها فايتوكيميكالز مفيده وممكن كمان يبقى ليها بنفيتس في الويت لوس، ولكن مش هتنفع مع كل الناس. في واحد القهوه ما تنفعش معاه، زي الناس اللي بيبقى الجيناتيك ميك اب بتاعها عندها الجين اللي يبقى ريسبونسبل في الفات ميتابوليزم مش كويس، يبقى الناس دي ما ينفعهاش احطها على هاي فات دايت او هاي فات ميل بلانز، عشان هيبقى that person will have hard time to digest the fat. واخد بالك؟ الناس اللي بيبقى عندها لاكتوز انتولرنس، ابص في الجيناتيك ميك اب بتاعها ان هو عنده لاكتوز انتولرنس، ما ينفعش اقعد اقول له كل يوم تشرب كوبايتين لبن ومش عارف تاخد زبادي وبدله. لازم يبقى يعني اوير، هو بيبقى في حاجات بيبقى هو اوير بالسيمتومز، بتبقى حاجه كده سكريمنج، يو دو نوت نيد تو هاف ا جيناتيك تيست تو فيجر ات اوت. لكن في حاجات بتبقى زي جلوتين انتولرنس، في حاجات بتبقى زي سيليك ديزيزز، في حاجات بتبقى زي ناس اللي بيبقى عندها سنسيتيفيتي للديريز، في حاجات بتبقى في حاجات بتعمل لها انفلاميشن. الحاجات دي كلها الجيناتيك تيستنج بيبقى ليها مفيد، واخد بالك؟ فده اللي انا ممكن اقوله من موضوع الاي بي والاو والحاجات اللي هي يعني بقت شبه خرافه دلوقتي. طيب في دراسه عملت في اوكسفورد وحكوا عن الرو فود، الاكل الغير مطبوخ، الاكل اللي هو من الارض الى الفم. وعملوا دراسه البي بي سي، انا حضرت دوكيومنتري، يعني اللي بيحضروا خلاص بقول لك لازم انا اسوي هذا. قعدوا التستنج جروب اللي عندهم، اعطوا كل واحد صندوق كامل خس وبطاطا وبندوره ومش عارف وخيار وشويه ملح، اعتقد اعطوهم كم حبه زيتون مملح عشان الملح، وذاتس اول. وطبعا النتائج لانه بدهم تبين انها كويسه، فشو رايك في هذا الرو فود دايت؟ والله التجربه اللي انت قلتها لي تجربه ظريفه، لكن خير الامور الوسط، ومش كل شيء بمطلقه كويس. يعني لو انا قلت لك حبه، جبت لك حبه فول، هيبقوا حلوين عليك انك تاكلهم كده من غير ما تدمسهم يعني؟ طبعا لا. لازم ممكن تاكلهم مره مرتين كم حبه بس، مش والله بيتهيألي الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول هياكلوا الفول ناشف ويجي لهم مشاكل. في حاجه اسمها الليكتنز، اوكي؟ الليكتنز ده كيميكال ستراكشر اكتشفوا ان هو بيعمل بنتريشن او بيعمل دامجنج للجت لايننج بتاع الجي اي تي او الجاسترو انتستينال تراكت، وبالتالي الجهاز الهضمي، وبالتالي بيحصل ليكي جت، والليكي جت از نوت ا جود ثينج. والليكتنز موجوده في الليجومز، لقوها موجوده في الليجومز. هل ده معناه ان الليجومز وحشه؟ لا، بس معناها ان انا محتاج ان انا ابقى cautious when I process it so I can eat it, take the maximum benefits out of it without the harmful lectins. طب اعمل ايه؟ اقول لك انقعها يوم وبعد كده حطها على السلو كوكر او حطها على الهاي بريشر كوكر وسويها، ما تخليهاش يعني كرانشي، خليها فعلا مستويه عشان تدوب الليكتنز فيها. واخد بالك؟ مثلا على سبيل المثال الويت، الويت فيه جلوتين. الناس بتوعك دول لو هم بقى بياكلوها كل حاجه راه، هيقوم واخد السنابل من سنابل القمح وياكل القمح كده لوحده زي ما هو. الجلوتين لو هو عنده مشاكل مع الجلوتين هيتعب. الناس اللي عندنا في مصر الخميره، العيش المصري جميل. بلاش اقول كلمه العيش المصري، الناس تروح تاكل عيش مصري. لا، العيش المصري جميل لكن ما تاكلوش عشان ما تتخنش، اوكي؟ لكن الفكره في ان هو بيعمل العيش المصري ان هو بيعمل الخميره وبيحطها على الدقه او العجينه وبيعملها اوفر نايت. فاوفر نايت الخميره هتحلل البكتيريا دي، هتحلل العجينه، وبالتالي الامباكت بتاع الجلوتين هيخف عشان التاكل. اللي بيسموها كده في شيكاغو الساور دو. هو ليه بيسموه الساور دو؟ عشان it has been stored overnight before they start using it and cook it. ويعملوا الشيكاغو بيتزا اللي هي الديب داش بيتزا ديت، اوكي؟ وبالتالي مش كل حاجه را بتبقى 100% absolutely beneficial. طبعا حاجات زي الفيجيتابلز اللي انت قلتها لما بتتاكل را بتبقى much beneficial ان هي تتاكل كوكت. الحاجات حتى الحاجات اللي زي دي لما بتبقى كوكت، الخضار لما بيبقى كوكت بنريكومند ان هو تحطه 10 دقائق ما تزودش عشان يحافظ على يعني حاجه يحافظ على الفيتامينز. حلو كده، انا اسمعك وابقى مبسوط بيك، لكن تقول لي كده ابسولوتلي كل حاجه كل حرام، يعني مش مقتنع. ترى عندنا اخواننا اللبنانيين بوكلوا الكبه النيه، هاي الكبده الماضيه. في عندنا روح فود. دكتور، انا مره سالتك المره الماضيه عن موضوع السوشي وحكيت لي عن موضوع الرايس. انا عملت شويه سيرش وجدت انه اليابانيين، طبعا مش كل المطاعم بتسوي هذا الشغله، بس المطاعم الفيري يعني جابانيز ستايل او المطاعم اليابانيه او الطريقه اليابانيه بحطوا خل على الرز عشان يخفف الجلاسيميك اسيد، الجلاسيميك اندكس. هلا اجين ما بنزل كثير بس بنزل بكميه تقريبا الى النصف من الجلاسيميك اندكس اللي بالرز بدون خل. فهذه طريقه اللي هو الخل الابيض بحطوا او خل الرز بحطوا عليها فبنزل. فطريقه ممكن تكون يعني هي اكتشفت زي الخميره واستخدمت. نظر ظريف، ما نجرب الموضوع ده. يعني هو انا عموما اللي عايز اقوله من ناحيه الجلايسيميك اندكس، الجلايسيميك اندكس ده مؤشر. المؤشر ده استخدمه في حالات معينه محتاجاه. لما يكون البني ادم عنده انسولين ريزيستنس، خلي بالك، نركز معاك شويه. لما تشتغل مع نفسك الجلايسيميك اندكس وانت عندك سكر تخلي بالك منه. لكن انا بصراحه شديده جدا، لو انا عندي واحد بيشتغل مع نفسه وعايز ياخد باله، الاشطر واشطر انك تجيب جهاز تحليل السكر وكل شويه اشتغل والعب، تاكل اكله شوف الدنيا ماشيه ازاي. لا الاكله دي وحشه، ابعدها. طب وحشه ليه؟ لو انت عايز تتعلم مع نفسك ده احسن حاجه تتعلم فيها مع نفسك. واخد بالك؟ دكتور، الداش احكي لنا عنه. الداش دايت ده دايت اتعمل زمان عشان يقلل الهايبرتنشن، اوكي؟ اللي هو ارتفاع ضغط الدم. ده هو ارتفاع ضغط الدم، الدايتري ابروتش فور هايبرتنشن. خلاص كده؟ فطبعا هو قال لك الراجل ده الساتوريتد فات معروف ان هي بيبقى ليها نيجاتيف امباكت على البلد الليبيد بروفايل بتاع البني ادم، اوكي؟ وده معناه ان بيزود ال LDL اللي هي اللو دنسيتي لايبوبروتين، وديت الدهون اللي بيقولوا عليها الباد فات. اوكي، وطبعا ال LDL اللي هي اللو دنسيتي لايبوبروتين وال HDL اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين دول دايما بيكونوا مختلفين، يعني لو ده عالي ده تلاقيه بيقل، وده لو قل ده تلاقيه بيعلى. فلما تلاقي الليبيد بروفايل بتاع بني ادم متبرجل لازم تبقى كاشس شويه وانت بتديله الفات. ده مش معناه ان البني ادم محتاج الفات اللي بيقولوا عليه هيلثي فات، عشان يعني في الحته بتاعت الفات معلش هقول لك الحته دي، بس في حاجه في النيوتريشن اسمها essential and non essential. essential معناها ان ده اساسي جسمك ما بيقدرش يكونه on its own. النون essential معناها ان ده كويس وجسمك محتاجه بس جسمك ممكن يعمل تراكيب كيميائيه ويجيبه. خلاص كده؟ لكن الاسينشال فاتي اسيدز او الدهون الاحماض الدهنيه اللي هي اسينشال جسمك ما بيقدرش يعمل التركيب دي ويجيبه. اوكي؟ زي الاوميجا 3، والاوميجا 3 ده مهم للبرين، وبالتالي it is recommended to have external source of omega-3 fatty acids. سواء تاخدها بقى في كابسولز او تاخدها في الدايت بتاعك عن طريق الكونسامشن. الله ينور عليك، عن طريق الكونسامشن بتاع السي فود او بتاع البلانت اللي بيبقى معروف ان هي فيها اوميجا 3 او ريتش في الاوميجا 3 فاتي اسيدز زي الفلاكس سيد مثلا على سبيل المثال. باي ذا واي دكتور it's good to combinate الأوميجا 3 مع فيتامين دي، لأنه فيتامين دي بده oil وهذا بكون oil، فايتس good combination. It is a good combination برضو، الكلام ده صحيح. نعم. فنرجع نقول إن لما بتاخد أنت الفات أو بتقلل الفات في الداش دايت بحيث إنك تبقى حريص إنك تقلل الساتوريتد فات، فده بيساعدك على إنك ما يبقاش في نيجاتيف امباكت لما يكون في انفلاميشن. فبنبقى حريصين ان احنا البني ادم ده ما ياكلش اكل يكون بينكريز الانفلاميشن عند البني ادم، وبالتالي لو هو عنده انفلاميشن زياده وعنده ساتوريتد فات زياده فممكن يدخله في اثيروسكليروسيس. لو ضيق الاوعيه الدمويه هيزود عنده الهايبرتنشن. فلازم ابقى انا اوير ان انا ما احطلوش فات كتير من اللي هو الان هيلثي فات، احط له حاجات ما تعملش زياده للانفلاميشن، ادي له حاجات يكون ليها فايبرز. فمش عايز اقول الجرينز عشان ما حدش شايفها ان انا بقول لا كل الويت وكل لا حاجه، خلينا نعمل ابديتنج للفيدباك، ادي له حاجات فيها فايبرز كتيره، ادي له حاجات فيها بروتينز هيلثي بروتينز، ادي له حاجات ما يكونش فيها هاي فات اللي هو ان هيلثي ساتوريتد فات. وبالتالي الميلز دي ممكن تساعده في انه يقلل وزنه، وممكن تساعده انه يبقى كنترولينج ان ما ياخدش حاجه تعمل الانفلاميشن او تزود الاثيروسكليروسيس، وبالتالي مع الوقت الهايبرتنشن يقل ويتزبط. في له تطرق للملح ولا ما في هذا الدايت؟ ينور عليك. طبعا هم بيريكومندوا ان البني ادم يقلل الملح ويقلل الحاجات اللي ممكن تكون ليها دور مساعد في زياده ضغط الدم، اللي زي المخللات والحاجات والمش المخللات، وانك ما تزودش الملح وتزودش الصوديوم في الاكل بتاعك والحاجات دي كلها. طبعا اللي بيسال كيف طريقه التواصل مع الدكتور سامح موجوده على الشاشه جنب اسم الدكتور pinnacle-hn.com موجوده اجين امامكم على الشاشه، اذا حابين تكتبوها تتواصلوا مع الدكتور او تتواصلوا معنا واحنا بنوصلكم مع الدكتور سامح تسالوه اي سؤال او تشتغلوا معاه عن طريق الدايت اللي او مش الدايت، الغذاء الصحي والنظام الصحي. خلينا نقول كلام سليم. طيب الميديتيريان دايت دكتور، الميديتيريان دايت هلا هذا الصرعه اللي طالعه احنا بناكل ميديتيريان، مش عارف احنا عندنا دايت ولا ما عندناش، بس بامريكا ماكل الدنيا دلوقتي. طبعا عشان هو الميديتيريان دايت ده دايت مشتق من الناس اللي عايشين في حوض البحر الابيض المتوسط تحديدا بس هم لما تيجي تكلم الناس الامريكان، الناس اللي عندنا في الغرب، يقول لك الايطاليانز او الطلاينه، يعني يقول لك زود عليه الاوليف اويل، ويقول لك اوكي في الباستا، ويقول لك الريد واين بيفرق عشان خاطر الريسفيرترول والانتي اوكسيدنت والانثوسايانيدين والحاجات دي كلها. تاني، you do not need a diet. You need a meal plan that fits you, that you like, that will change your gut microbiome structure to get the maximum benefit out of it. تاني، أنواع الدايت هي أنواع أنا ممكن أستخدمها عشان أقدر أعمل customization that works perfectly for the person that wanna lose weight. أو person who wanna maintain a healthy weight. عن طريق إن يأكل أكل يكون matching معاه. واخد بالك؟ كل أكل من دول على فكرة كل بص، ما أنا مش عايز، أنا عايز أقول حتة مهمة قوي. إحنا ليه بنقول أو ليه إحنا بنتكلم على أنواع الدايت للناس؟ عشان كل واحد يعرف حاجة مهمة قوي، إن كل الأنواع دي مش هدفها إن إحنا نتخانق مع بعض. يعني أنا عارف لو أنا قعدت في كرسي وخدت لابس طاقية الكيتو هشرح كل دول، ولو قعدت في كرسي ولبست طاقية الميديترينيان هقوم مشرح كل دول. كل شيء ليه ميزة وليه عيب. لما أقدر أخد مميزاته وأخد مميزات ده وأخد مميزات ده عشان يفيد البني آدم ده، يبقى أنا كده نجحت. لكن إن أنا أعمل على نفسي أهلي وزمالك، وده بيعرف يلعب وده ما بيعرفش يلعب، يبقى ده كلام ملوش لازمه. الاثنين بيعرفوا يلعبوا والاثنين بيكسبوا ماتشات والاثنين بيخسروا. انا بحب الاهلي بس كده. يعيش الاحمر. يعني انا بدي اختصر كلامك يا دكتور، انه الدايتس هدول هي عباره عن براندز. زي اللي بروح بيشتري شامبو من الصيدليه ممكن يلاقي 10 12 براند، هذا بحب البراند ده، هذا بحب الريحه دي، هذا بلقمه البراند ده، وكل واحد له طريقته في استخدام هذا البراند. وكل دكتور ممكن يقول لك لا هذا البراند في مضاد كذا، هذا البراند في بيض، هذا البراند في فيتامين whatever، وانت واختار. مع انه كلهم ممكن يتعوضوا بصابونه صحيه معموله من زيت زيتون وانتهى الموضوع وراحت وانحلت. صحيح؟ والله اقول لك حاجه، يعني الى حد ما صحيح، لكن الاختلافات في الحاجات دي كلها مفيد للبني ادم عشان احنا مختلفين. يعني الناس ليها اثنيك باك جراوند، واكوردنج للاثنيك باك جراوند عندهم كومن جيناتيك ميك اب، واكوردنج للكومن جيناتيك ميك اب ممكن تلاقيهم ماتشنج فيري ويل ووركينج فيري افيشنت مع دايت معين او ميل بلان معينه بتنحاز الى نوع من انواع الدايتس دي. واخد بالك؟ يعني هذا سؤالي الاخير لك دكتور، هل فعلا انه مثلا العرب، ولا مش شرط حتى كل العرب، انه ممكن يمشي معهم دايت معين والامريكان يمشي معهم دايت مختلف؟ طبعا، طبعا، ده حاجه، دي حاجه معروفه جدا، واللي بيقدر يعرف الحاجات دي ويقدر يفهم الجيناتيك ميك اب بتاع الاثنيك باك جراوندز، ويقدر يفهم ايه اللي ممكن البني ادم ده ياكله، ويقدر يخسسه كويس، ويقدر يخسسه من حتة وحتة. وطبعا الحاجات دي كلها يعني ده شغل بقى المتخصصين اللي بيحبوا الحتة دي. واخد بالك؟ وكل واحد حتى من نفس الاثنيك باك جراوند، في واحد اديله الاكل ده يشتغل معاه، واحد اديله الاكل ده ما يشتغلش معاه. يعني انا ومراتي مثلا على سبيل المثال، هي ممكن تاخد حاجات هي جسمها فورجيفنج فيها، وهي فيري سنسيتيف لحاجات انا جسمي اوكي معاها. واخد بالك؟ وده ميزه ان الحاجات دي موجوده، الحاجات دي موجوده لينا مش موجوده للبني ادم. النولج اللي بقت موجوده منتشره، والماركتنج تولز. يعني انا هقول لك حاجه، الاكستريم بيبقى مسموع، الميدل دوت بيبقى يعني الناس الراجل ده كويس وخلاص، لكن اللي بيبقى مسموع دايما اللي بيصرخ. واخد بالك؟ فتلاقي الناس اللي هي بتبقى الاكستريم، يعني الكيتوجينيك دايت اكستريم، عشان كده الناس كلها ايه ده اكستريم، الانترميتنت فاستن اكستريم، يعني مش هاكل اكستريم. واخد بالك؟ تلاقي الحاجات دي كده بتفرقع، لكن هل دي حقيقة؟ لا، مش حقيقة. دكتور أسعدتنا اليوم في المعلومات اللي أعطيتنا إياها. أنا سريعا بدي أحكي نكتة، هي قصة حقيقية ولكنها مضحكة. في لي صديق طبعا وصل وزنه لدرجة زيادة عن اللزوم، 160 كيلو تقريبا، فدكتور قال له يو هاف تو سي دايتيشن، فبعته على دايتيشن. قعدتهم هم 4، كانوا قاعدين في الجروب هذا عشان تعمل لهم محاضره، فبدأت هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع هذا ممنوع. هم قاعدين بيسجلوا هذه الحصة الأولى. طبعا خلصوا الحصة وطلعوا، فهو طالع قال لها نيرس هذه آخر مرة أنا باجي. بتقول له ليش؟ ولا شوفي أنا مسلم أنا الشرب عندي ممنوع، المخدرات ممنوعة، النسوان غير مرتي ممنوعة، الكازينوهات ممنوعة، فمتعتي في الحياة الأكل، بدك تمنعيني منها؟ بطلت ستوب. نكتة ظريفة بس أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي. اتفضل، أنا بدي إياك تعلق عليها. أنا عايز أقول لك حاجة أوي. للأسف الناس الأوفر ويت أو الأوبيس فاهمين بالظبط اللي النكتة دي قالته، إن البني آدم اللي عايز يخس بيمنع نفسه من حاجات. الواقع ان اللي عايز يخس هو بياكل كل حاجه، لكن لما انت تيجي تكتب الاكل اللي انت اكلته الاسبوعين اللي فاتوا هتكتشف ان 80 او 90% من الاكل بتاعك متكرر. ده معناه ايه؟ ان انا حرمتك من الاكل، ولا انا حرمتك من الاكل المتكرر اللي هو ريبيتد. يس، والاكل المتكرر بيبقى ادكتيف طبعا. مش بس ادكتيف، معناها ان انت الجت مايكروبيوم بتاعك كنترولينج البني ادم ده، مش البني ادم اللي كنترولينج الجت مايكروبيوم. فكل اللي محتاجه ان انت حبه دايفرسيتي وتاكل كل حاجه، ما انتش محتاج تحرم نفسك من حاجه. الله ينور عليك، الله ينور عليك. شكرا لكم، شكرا لك دكتور مره ثانيه. وتذكروا جميعا انه صحتك في طبقك. سلام للجميع. الله يحفظك.